السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض السمك بالطريقة التقليدية، بس جميل يعني، وهيعجبكم بإذن الله. طريقة سهلة وسريعة وجميل قوي، وهنعمل معاه رز أحمر هيعجبكم قوي إن شاء الله. وهنا في عندنا معايا هنا عندي 5 سمكات متنضفين كويس ومصفياهم من المية بتاعتهم، وفيها هنا عندي كمون وشطة، هرسة شطة وتوم، وده شبت وكزبرة ماشي، وده ليمون والملح ماشي. دولت هنعملوا بيهم التتبيلة اللي بتاعت السمك. هنا بقى عندي هنا للرز، في هنا عندي جزرية مبشورة وطماطمية صغيرة متقطعة رفيع، وهنا يعني حتة شوية فلفل متقطعين رفيعين ألوان، وهنا في كمون وتوم وهرسة شطة برضو، وهنا في بصلاية مبشورة، وهنا معيارين رز بطبق كده متوسط يعني. الرز بقى المعيار اللي انت عايزه تعمليه. هنحط الاول هنا البصل، انا حط عليه معلقه ملح وشويه زيت ماشي، عشان خاطر يبقى يكرمل معاكي ويبقى جميل، وفي نفس الوقت ايه ما يتحرقش منك. هنحطنا البصل هنا ونحشي بقى ايه قبل ما البصل ما يصفر شويه، هنحشي بقى الايه عشان الوقت، نحشي هنا الحشو بتاع السمك. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعصر الليمونة على الحشو ده ماشي، ونحط عليها ملح ماشي، معلقة ملح، وهناخد شوية الملح التانيين دول هرشهم على السمك عشان الجلد بتاعه يبقى عليه ملح، ويبقى السمكة كلها تبقى فيها ايه متملحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب بقى الحاجة دي ببعضها. بسم الله الرحمن الرحيم. التتبيلة بتبقى جميلة جدا جدا وطعمها حلو وفي نفس الوقت بسيط. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحشي بقى السمك كله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحشي الحتت من فوق ومن جوه ومن بره، حتت بقى انا عاملاه مفتحاه كده عشان هو اصلا حجمه كبير، وفي نفس الوقت ايه تدي شكل، وفي نفس الوقت تستوي كويس ماشي اهو. بسم الله. معلقه الملح اللي بتحطيها على البصل بتخليه يقرمش ويبقى ايه في نفس الوقت ما ينشفش. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل بقى الدقيق بتاع السمك في الدقيق ماشي، نبدره بدقيق، عملت بدقيق وقلبت الزيت على النار، وهنا برضو ايه البصل اهي مقربت برضو مع بعض الاتنين مع بعض عشان ايه نكسب وقت. هنا البصل اهي قربت تحمر اهي، احمرت اهي البصلة. بسم الله الرحمن الرحيم. احمرت وما تتحرقش حطيت كده الثوم والكمون ماشي عليها، هنحط بقى ايه الجزر والفلفل والطماطم دول. المية معيار المية يعني الرز بياخد المصري بتاعنا بياخد ايه معيار على قصاد المعيار يعني كوباية على قصاد الكوباية مية. هنحط بقى الرز انا غسلاه ومصفياه عشان نضيفه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. لو عملتيه بالطريقة دي الرز هيعجبك قوي، هيبقى جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله اهو. هنخليها بقى تغلي شوية، تغلي غلوة، وبعد كده ايه نوطي النار ونسيبه لحد ما يستوي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا الزيت اهو ابتدى، نحط ايه السمك على نار ايه متوسطة، ما هو لسه بقى اهو على النار ماشي، ما نقلبش السمكة غير لما ايه لما تحمر من تحت كده من الجناب كده تبانلك انها ايه اتحمرت عشان خاطر ما تتهرش منك. بسم الله الرحمن الرحيم. ولازم قبل ما تحطي السمكة في الزيت تكون الزيت اتقدح كويس قوي، وانت بتحطي السمكة في الزيت توطي النار عشان خاطر ايه ما تكترش عليكي والزيت يمسك، النار تمسك الزيت ماشي عشان خاطر ايه سلامتك وكده.
بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ السمك اهو، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، جميل اهو ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، نجيب الثانية. بسم الله، بسم الله ما شاء الله، جميل ازاي. طلع على الغليان، يعني هو بيغلي بس ايه بسيط شوية، لسه هنديله كمان غلوتين يغلي كويس وبعد كده نوطي عليه النار. شوفوا بقى، بصوا بسم الله ما شاء الله اهو بيغلي كويس قوي اهو، لما يغلي جامد كده ويبقى تروحي ايه مقلباه تقليبه واحده بس، وتروحي بقى موطيه عليه النار وسايباه ايه يكمل السوا بتاعه. هنوطي عليه النار خالص زي الشمعه كده عشان ما يتحرقش منك، ويستوى ايه على نار هاديه يبقى جميل اهو كده. ايه استوت اهي، بسم الله ما شاء الله. هنشيلها بقى ايه بايه الجاروب كده عشان خاطر ايه، عشان خاطر ما تقعش مننا وتتكسر. بسم الله ما شاء الله اهو، محمر الجميل اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، هنا الرز اهو بسم الله ما شاء الله اهو. بص جميل ازاي، ومفرفر وجميل اوي اهو، حلو اوي اوي، طعمه جميل جدا جدا. لما هتدوقوه هيعجبكم ان شاء الله لما هتجربوه. وخلاص اهو اتغرفته بقى كده اهوت الرز اهو ماشي، وهتجربوه ان شاء الله هيعجبكم وهيبقى جميل وطعم جديد يعني ولذيذ. وهنا والسمك اهوت قليته بسم الله ما شاء الله جميل اهو ماشي، واتمنى ان شاء الله يعجبكم. وان عجبتكم الاكله يعني تعملوا لي لايك واشتراك وشير وكده ان شاء الله. مع السلامه.